حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسن اللي راح تكون مخصصة حول بناية الكرادة اللي مكانها في ساحة الواثق اللي وقعت على العراقيين الأبرياء. فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس ونواصل معاكم بأحدث الأخبار حول البناية، خليكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة فيس تو فيس. تعددت الأسباب والموت واحد، العراقيون يموتون كل يوم بطرق مختلفة، ما بين إرهاب وما بين مفخخات وما بين قتل. الآن طريقة جديدة لموت العراقيين وهي هدم البنايات، بنايات اللي تبنيها الناس اللي تأخذ استثمارات من وزارة الصحة، من هيئة استثمار بغداد، من الأمانة العامة البلدية، تأخذ رخصة حتى تبني، والبناء مالتهم يكون ما بي أي مقومات لسنتين أو ثلاثة للأمام. العراقيين يموتون كل يوم بطرق جديدة ومختلفة، طريقة مختلفة عن الأخرى. إذا ماكو إرهاب، إذا ماكو مفخخات، إذا ماكو داعش، إذا ماكو قتل، إذا ماكو دقات، إذا ماكو عرك بالشارع، فيموتون بسقوط بناية. اللي يموت بسقوط بناية هو جاي يتعالج على مود ياخذ جرع للكيمياوي، يموت لأن هو جاي من إحدى المحافظات العراقية ومتعني لبغداد حتى ياخذ علاج يموت. اللي يروح يجيب أكل لعائلته لأنه عائلته جوا جاي ياخذون بالمختبر، جاي ياخذون فحوصات، يروح يجيب لهم أكل ويرجع يلقاهم تحت الأنقاض. هذا هو الموت اللي صار يتفنن شلون ياخذ العراقيين وشلون يحصد الأرواح. لا اعتراض على مشيئة الله، هذا قدر ومكتوب، كل إنسان ساعته وقدره ومصيره، ولكن أن تكون الأسباب كالتي تظهر يوميا ما بين القطارة، ما بين المركز الوطني الطبي، ما بين داعش، ما بين الإرهاب، ما بين المفخخات، ما بين القتل، هيك صار العراقيين يموتون. زين، حرائق ممكن نشوف بالمخازن، بأي مكان قمنا نشوف العراقيين واحدا تلو الآخر يذهبون إلى رب رحيم يخلصهم من هاي الحياة اللي عاشوا بيها. مثل ما قلت لكم حلقتنا اليوم راح تكون مخصصة فقط لحادث بناية الكرادة. عندنا أخبار، عندنا مواضيع، عندنا صور، عندنا فيديوهات، عندنا اتصالات هاتفية راح ناخذها بالحلقة تباعا. نريد نوصل إلى نقطة معينة، شو وقت ينتهي مسلسل الدم بالعراق؟ بس تخيلوا وياي انه انت تبقى محصور تحت الانقاض، تخيل لي بشاعة المنظر وش قد مرعب من يتم انقاذك وانت كنت تحت الانقاض، من تعيش ليلة ويوم 24 ساعة تعيش وانت تحت الانقاض، بعيدا عن الاكل والشرب وضيق التنفس، شيل الرعب اللي راح يكون بداخلك. كم واحد هسه انصاب سكر، انصاب هاي الامراض، كم واحد طلع ايديه مكسره ورجليه وضلوعه والقفص الصدري، كم واحد طلع مضروب براسه. اللي لحد الان ما طالعين امرأتين واثنين اطفال، لحد الان ذو الضحايا يقولون عندنا اربع اشخاص تحت الانقاض. اللي ساهم بإنقاذ الأشخاص واللي راح ناخذه بحلقتنا لهذا اليوم أيضا الجهد الهندسي للحشد الشعبي اللي شفناهم أول ما وقعت البناية توجهوا بجرافاتهم والآليات الحديثة واللي نقذوا بيها لحد الآن تقريبا 13 شخص. الحشد الشعبي اللي هو يدافع عن البلد أمام العصابات الإرهابية وعلى الحدود، اكو ناس ما راضي عليه. اليوم شفنا اول من هرع واسرع الى مكان الحادث، ورغم انه الدفاع المدني موجودين لكن الياتهم بسيطه، الناس
سووا اللي يقدرون عليه، لكن ما عندهم آليات حديثة، ما عندهم خبرة بهذه المواضيع. اجى الجهد الهندسي مع الحشد الشعبي وساهم بإنقاذ 13 شخص ما بين نساء ورجال. حارس البناية جو الأنقاض، اللي راح يجيب أكل ويرجع لأهله لقاهم جو الأنقاض. أنا أريد أعرف شغلة، اللي أنطى رخصة واللي طلع كشف على هاي البناية، بناية بأربع طوابق، هسه احنا ما نفتهم، احنا مو مهندسين، راح ناخذ المهندسين وراح يحكون لنا التفاصيل، بس انت تحكي لي بناية بأربع طوابق. أباوع البارحة على فيديو ما بيها دنجة اللي هي تثبت عليها السقف، يثبت عليها، وراح أطلع لكم الفيديوهات وراح أطلع لكم الأخبار والمواضيع وكل ما موجود. دنجة ماكو تستند عليها، يستند عليها السقف، بحيث من وقعت كلها. وين صاحب البناية؟ وين صاحب المشروع؟ وين شارد؟ وين؟ زين، خلينا ناخذ بالبداية المواضيع، وأيضا وراه ناخذ أحد المهندسين العراقيين اللي راح يحكي لنا عن البناية وشلون وأسباب سقوطها. هاي الناس، هذول الضحايا اللي يبكون منتظرين شلون أو شو وقت راح يطلعون أهلهم من تحت الأنقاض، منتظرين. هذه الصور أمامكم مبين جاي من إحدى المحافظات العراقية، دافع دم قلبه حتى يعالج ذوي، يجي يلقاه تحت الأنقاض. موضوع طبيعي بالعراق، فقط بالعراق الموضوع طبيعي. مثل ما تشوفون يحاولون قدر المستطاع، الدفاع المدني والجهد الهندسي بالحشد الشعبي، يحاولون قدر المستطاع أنه ينقذون الناس. هاك تفضل، هذه المناظر كنا نشوفها فقط بالأفلام، بناية توقع، حتى صار بالعراق عادي طبيعي جدا. تعليقات، يقول محمد حسبنا الله ونعم الوكيل، دائما الناس الفقرة تدفع الثمن، ثمن الفاسدين والحرامية. تقول يتحمل المسؤولية من أعطى الموافقة بالبناء، والمقاول والمهندس المشرف على العمل، بس أتحداهم ويحاسبونهم. هسه يصدرون قرار يعتبروهم شهداء، وبعد فترة مؤسسة الشهداء تقول مو شهداء ولا يخضعون للقانون ويقطعون راتبهم وتنسي السالفة. صابرين تقول والله الحكومة المفروض لحظة ما تبقى كلها تستقيل على هاي الكارثة. أهو نسيت، احنا لحد هسه ما عندنا حكومة، احنا ما عندنا حكومة، حكومتنا هسه عبارة عن حكومة هزلية، كان من كان يتدخل بيها وعادي الموضوع طبيعي. تركيا تقطع المي، تقصف البلد، أمريكا تنهب خيرات البلد، عادي طبيعي الموضوع، طبيعي جدا هذه المواضيع عند العراقيين. رشا تقول مع كل الألم والأسف أول مرة نسمع بانهيار بناية على شاغليها. صح، بلد مليان مآسي، بس هاي مصيبة جديدة تؤشر لفساد خطير وجديد. سهى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا رب ليس لنا أحدا سواك، الجميع تآمر وتكالب على هذا الشعب المسكين الذي لا حول ولا قوة له، سلمنا أمرنا إليك، أنت القادر وحدك على الطغاة، يا رب قوتك وجبروتك عليهم، حسبنا الله وأنت وكيلا ونعم الوكيل. مواطن عراقي مفجوع، مواطن عراقي مفجوع، زوجتي وابنتي في داخل البناية التي انهارت وكانت تأخذ جرعات كيمياوي، وذهبت لإحضار الطعام لهم محملا الجهات المعنية مسؤولية ما حصل. هذا الشخص، هذا المواطن العراقي رايح يجيب أكل وشرب وطعام لعائلته، لزوجته اللي تأخذ كيمياوي، اجى لقاهم تحت الأنقاض، لقاهم تحت الأنقاض. المنشورات كثيرة. أحد المهندسين يقول انهيار مبنى في الكرادة قضية مهمة، يجب أن لا تمر مرور الكرام، خصوصا في الوقت الذي يشهد فيه العراق توجه كبير نحو البناء العمودي، تجنبا لكوارث مستقبلية قد تحدث في بنايات يعيش فيها المئات. كمهندس مدني عندي خبرة عمل ميدانية ليست قليلة،
في العراق، أتوقع تكرار نفس هذه الحادثة مستقبلا لا سامح الله، لأسباب سأذكر بعضها لاحقا. ولكن في البداية راح أشرح بشكل مبسط الخطأ الأكبر اللي يهدد الأغلبية الساحقة من مباني العراق. المكون الرئيسي للمباني للبنايات هو الكونكريت المسلح، وهذا مكون من عنصرين رئيسيين، الأول هو الكونكريت رمل زائد حصو زائد اسمنت، والثاني هو حديد التسليح. انهيار أي بناية يكون بفشل أحد العنصرين، فشل الكونكريت وهذا يكون انهيار سريع وبدون سابق انذار وأشبه بالانفجار، وهذا اللي حدث في بناية الكرادة، فشل الكونكريت أو فشل في حديد التسليح، وهذا يعطي إشارات قبل الانهيار مثل نزول السقف، سقوط قطع من الإنهاء وانكشاف الحديد وتشققات في البناية، انحناء في الجسور إلى آخره. وهي حالات أغلبنا شايفيها في البيوت القديمة. طبعا إحدى القنوات نشرت قالت بسبب التسليح وبين قوسين الحديد أو الشيش، والله شنو جاي من إيران فبسبب هذا وقعت البناية. هسه هذا أحد المهندسين يقول بسبب الكونكريت، يقول الحديد ذا بسبب الحديد الشيش بين قوسين، فممكن ينطي دلالات قبل ما يسقط. زين، لذلك المهندس الخبير عندما يصمم يتعمد يعتمد حسابات تجعل الفشل في الحديد أولا، وتستند إلى استخدام نسبة الحديد الأدنى في أغلب معادلات التصميم، ومع ذلك يعتبر الكود العراقي من الكودات التي تبالغ في استخدام الحديد، وتوجد أكثر من دراسة تؤكد إمكانية تقليل الحديد في المنشآت العراقية إلى الثلثين. طبعا مشاهدين الكرام، حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع عندنا ويانا ضيف عبر الاتصال الهاتفي الدكتور حسن مدب. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في قناة الأيام الفضائية. الله يخليك، أشرف. دكتور، طبعا مثل ما تعرف البناية اللي سقطت وبالكرادة بساحة الواثق، احنا نريد نعرف الاسباب بصفتك كخبير، نريد نعرف شنو السبب وليش سقطت البناية. شكرا لقناة الايام وكادرها المتميز. الحادثة الفاجعة اللي اصابت اعادي بغداد البارحة بانهيار المركز الوطني للمختبرات الكائن في ساحة الواثق كانت فاجعة أليمة وكبيرة حلت بالشعب العراقي. السبب الرئيسي لهذه الفاجعة هو التصاميم. التصاميم المعدة لهذه البناية وتحديدا تصاميم الأسس لهذه البناية كانت تصاميم غير صحيحة، حيث استخدمت أساسات شريطية بعرض متر ونص لبناية متعددة الطوابق، يصل عدد طوابقها إلى 6 طوابق. هذا الاستخدام لهذا النوع من التصاميم الإنشائية للأسس ما كان صحيح وغير موفق. بناية مثل البناية اللي انهارت البارحة أقل ما يكون إلها التصاميم المستخدمة بالأسس تكون أساس حصيري راف بسمك لا يقل عن 80 سنتيم. زين دكتور، الخطأ الرئيسي لانهيار هاي البناية هو التصاميم المستخدمة لأساسات. خلينا نوقف عند هاي النقطة دكتور، حسب ما ذكرت انه التصاميم. زين، بصفتك بالمركز الوطني للاستشارات الهندسية، مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية، اريد نعرف هل اصحاب هذه البناية جوكم استشاروكم، قدمتوا لهم النصيحة، استشاروا شركة أخرى، استشاروا مهندسين؟ أريد نعرف السبب، هل أحد إجا، هل أحد قال يا باني راح أبني هاي البناية أريد استشارة لو لا؟ المركز الوطني للاستشارات الهندسية باعتباره الجهة الاستشارية المتخصصة في البلد لتقديم المشورة الهندسية والخدمات الهندسية والإشراف العام على المشاريع، ما اجوا ولا صار تكليف للمركز لهاي البناية تحديدا. المشكلة اللي تصير بالبلد انه من يكون مستثمر يريد يحصل على اجازة استثمارية يقوم باعداد التصاميم على عجالة وعلى سرعة
ويعتبرها هاي وحدة من المتطلبات الأساسية للحصول على الإجازة الاستثمارية، فيكملون التصاميم بسرعة وبدون أثناء استخدام للمعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالتصاميم. زين. فمجرد يكون يعني وحدة من هاي المتطلبات يكملها حتى يحصل على الإجازة الاستثمارية. زين. الجهة الرقابية مباشر بتنفيذ البناية وفق هاي التصاميم. زين. احتمال كبير جدا تكون هاي التصاميم غير مدروسة وغير صحيحة، والتصاميم مثلا تصاميمنا اللي نعدها بالمركز الوطني للاستشارات الهندسية. زين. فريق يقوم بإعداد التصاميم وأكو فريق آخر يقوم بتدقيق هاي التصاميم. زين. ما أعتقد الهيئة الوطنية للاستثمار تنهج هذا النهج أنه تكون أكو جهة مصممة وأكو جهة ثانية مدققة. فهذا يكون سبب رئيسي في استخدام تصاميم غير صحيحة وممكن تؤدي إلى نتائج مثل اللي حدث البارحة في بغداد. زين دكتور، حسب ما قلت أنه التصاميم هي السبب. زين أنا أريد أسأل سؤال، أنت بخبرتك السبب الرئيسي بعيدا عن التصاميم الكونكريت أم الحديد المسلح؟ أكيد واحد من هاي الأسباب أدى إلى سقوط البناية، واحد من هذه الأشياء بعيدا عن موضوع التصاميم، لأنه أصلا التصميم حسب كلامك أنه هو خاطئ وأدى إلى سقوط البناية. أنا أريد أعرف هل الكونكريت المستخدم والحديد المسلح هو ذو جودة عالية ذو نوعية عالية والسبب بالتصاميم، لو أيضا الكونكريت والحديد أيضا رديء المستوى؟ لا، هو الكونكريت وحديد التسليح يعني عنصران مهمان جدا. زين. في إنشاء الهياكل، يعني المفروض الشركة المنفذة زين من تكمل أي صبة بالأساس بالأعمدة بالجسور بالسقوف تسوي فحص مكعبات، هاي المكعبات تظهر النتائج الأولية خلال مدة 7 أيام والنتائج النهائية خلال 28 يوم. زين. إذا كانت النتائج عن المكعبات ناجحة بالفحص المختبري يستمر إنشاء المبنى، أما لا سامح الله أكو فشل أو أكو انحراف فيكون أكو رأي للمهندس الاستشاري المشرف على البناية أكو إمكانية لمعالجة هذا الانحراف أو ينطي قراره بهد البناية وهد هاي الصبة اللي نتائجها طلعت غير مطابقة للمعايير العالمية ويباشرون بإنشاء صبة جديدة. يعني كل هاي العوامل وكل هاي العناصر إلها تأثير مباشر على نجاح أو فشل البناية، بس في هاي البناية تحديدا السبب الرئيسي هو التصاميم المعدة لتحمل أثقال بناية مؤلفة من 6 طوابق لم تكن موفقة ولم تكن صحيحة، كان المفروض يروحون إلى استخدام أسلوب آخر من التصاميم الإنشائية للبناية بدلا من الأساس المستخدم اللي هو الأساس الشريطي. دكتور حسن مدب، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح الوافي. شكرا جزيلا دكتور حسن المدير العام للمركز الوطني للاستشارات الهندسية، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف عزيز علينا، انطيتنا الأسباب الواقعية حسب ما ذكرت جنابك أنه السبب في سوء التصميم، التصميم اللي هو كان سبب أساسي ورئيسي في سقوط البناية. طبعا مشاهدين الكرام احنا متواصلين بمواضيعنا بهذا الخصوص، منتظر أيضا نشر بوست، طبعا هاي البوستات انتشرت من مهندسين وأصحاب اختصاص كل من ينطي من وجهة نظره السبب. يقول مسلسل الدم الذي لا ينتهي بالعراق المظلوم، اليوم سقطت عمارة بناء جديد تضم عيادات طبية فوق المرضى في الكرادة بغداد وعشرات الأشخاص تحت الأنقاض، أصبحنا نعيش ليومنا فقط والموت حق، ولكن في العراق ينطبق المثل تعددت الأسباب والموت واحد، فربما تموت بسبب طلقة تايهة أو تموت بسبب انفجار مفخخة أو بسبب الإرهاب وداعش وغيرها. يقول بعد أسبوع سينتهي التحقيق وتنسب إلى أسباب مجهولة حتى لا يتحمل مسؤوليتها أحد وسينسى الموضوع، الرحمة والخلود للكل. محمد يقول سقوط بناية قرب ساحة الواثق في منطقة الكرادة تم بناؤها قبل 4 سنوات بطريقة الاستثمار السريع،
شاركت فيه شركة مصرية ضمن مشروع الكاظمي في الشراكة العربية مع مصر والأردن لتطوير البنى التحتية بدل المشروع الصيني. هذا الموضوع يحتاج نوقف عنده شوية. حسب ما يقول، شاركت فيه شركة مصرية ضمن مشروع الكاظمي في الشراكة العربية مع مصر والأردن بدلا من الصين. شاركت فيه شركة مصرية. احنا بالأفلام نشوف المصريين توقع بناياتهم، وبالعادي وبالطبيعي وبالفيديوهات وبالصور وبالأخبار نشوف بناياتهم توقع لأن بناياتهم متهالكة. هذا عقد الشراكة اللي سويته ويا مصر والأردن بشنو أحسن من الصين مثلا؟ خلي تولي الصين، خليها على صفحة، خليها على صفحة. هل مصر والأردن هم اللي يقدرون يبنوا لك البلد؟ رحتهم كيف وقعت عقود وشركات؟ ترى أنت هم تتحمل، أنت هم جزء من المسؤولية بسبب الشراكة اللي صارت، الشركة المصرية اللي ساهمت في البناية. الشركة المصرية هذا موديل جديد، النوب موديل جديد، رفضته الصين. بس مصر والأردن عادي، الأردن اللي ينبوب نفط ممتد لهم من العراق من أيام النظام البائد، ومصر اللي خيرات البلد كلها كانت تروح لها، ولحد الآن المصريين بالعراق 5 مليون مصري في زمن كانوا عايشين بالعراق ويشتغلون ويأكلون ويشربون، لا زالوا. احنا أصحاب فضل عليهم نعم، بس هم فيزا ما ينطون. فريق مال دراجات هوائية أردنية يروحون ما يعطون فيزا. أندية عراقية تريد تروح تعسكر في مصر، تعسكر يعني تستفاد، مصر تستفاد فلوس تجيها، كل نادي يدفع 100,000 دولار يعني فلوس، شوف ايش قد راح يشغل ناس، ما ينطوهم فيزا. هو رياضي ولاعب منتخب وطني ومنتخب وطني للدراجات، ما ينطوهم، يحرموهم من المشاركة بالبطولة وما ينطوهم فيزا. بينما انت مكيف مسوي عقد شراكة وياهم. ماكو هيك انبطاح بالعالم كله، ماكو هيك بلد منبطح، ماكو هيك رئيس وزراء عايف الموضوع طبيعي جدا، ماكو. ماكو، لو تفر البلد كله ما تلقى هيك انبطاح، لو تفر العالم مو بس البلد. ياسر يقول، في السنوات القادمة سنشاهد انهيار العديد من البنايات الحديثة نتيجة التصميم الخاطئ. طبعا ياسر يؤكد كلام الدكتور اللي ذكره الدكتور حسن مدب، يقول نتيجة التصميم الخاطئ والتنفيذ الرديء للدخلاء على مهنة الهندسة، صاحب البناية عقله تجاري ويفكر في المال قبل السلامة والأمان، لذلك سوف يختار أرخص المواد وأقل عرض بناء يقدم له، ومن أي شركة مهما كانت. الرحمة والخلود لضحايا سقوط البناية، بناية المختبر الوطني. هذا المنشور بالذات، هذا المنشور بالتحديد نقرأ أنا وياكم، مثل ما شفتوا أنتوا هذا الانتشار بصورة كبيرة جدا. مخرجنا إذا تخليك وياي على هاي الكاميرا حتى يطلع أوضح للناس. عبد الكريم قاسم، طبعا احنا حاولنا نتواصل وياه لكن ما قدرنا نحصله، نشر منشور بعد هدم البناية. يقول سبب انهيار بناية الكرادة، قبل 10 سنوات أو أكثر طلب مني صديق تدقيق بناية له، وكان النجار موجودا، وبعد التحقيق من الأسس طلبت منه أن لا يكمل الطابق الثالث والرابع لأنها لا تتحمل. فرد النجار أنه قد عمل بناية في الكرادة من 6 طوابق وأن أساسها نفس الأساس، وكان أساس شريطيا بعرض متر ونصف وفيها الفضاء الأوسط 11 متر. قلت له مستحيل أن تكمل، وطلبت منه الذهاب فورا إلى البناية، وفعلا كما توقعت الهيكل كامل إلا أن الجكات باقية من الطابق الأرضي إلى الطابق السادس لإسناد الجسور المتشققة، وهم يلبخونها كلما ظهر التشقق. فقلت له هذه البناية فاشلة إنشائيا وستنهار يوما ما، وكنت أراقبها كل ما أدخل شارع سلمان فايق، وقد لاحظت أنهم قد غلفوها بالزجاج لإخفاء الأضرار. وفي الحقيقة أخبرت كم شخص، حتى حارس البناية، حارس البناية اللي تحت الأنقاض حاليا، ولم أتمكن من إخبار الدفاع المدني، مع أنه لا توجد جهة جادة في التعامل.
مع هكذا حالات مع الأسف. يقول أخبرت حتى حارس البناية، يعني جاي للبناية وسائل وقال لهم يا بهاية فاشلة وما يصير تنبني. الكل جاي يأكد على موضوع أنه التصميم فاشل ورديء وسيء. الكل طبعا مثل ما قلت لكم المواضيع والأخبار هواية، لكن عندنا اتصال هاتفي حاليا. موجود مخرجنا إذا جاهز الاتصال الهاتفي. طبعا الاتصال الهاتفي بين ما يجهز ناخذ موضوع آخر اللي هو هيئة الحشد الشعبي. الحشد الشعبي مثل ما ذكرت في البداية هرع مباشرة لإنقاذ الناس بإسناد هندسة الحشد، مواصلة عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين من تحت ركام بناية المختبر الوطني في الكرادة، وذلك بعد نجاح فرق الدفاع المدني من إخلاء 13 مواطنا جراء انهيار البناية المكونة من 4 طوابق. هذه الصور أمامكم، هذه صورة، هاي البناية، بناية ارتفاعها 11 متر أو 6 طوابق، ما أعرف إذا 6 طوابق كل طابق 3 أمتار، فهاي حسبها وشوف ايش قد تطلع 3 × 6. مثل ما تشوفون هذه الجرافات وهذه الآليات هي تابعة لهيئة الحشد الشعبي اللي ساهمت بإنقاذ 13 شخصا. مثل ما تشوفون بناية بالكامل انهارت، اللي بقى بس الدرج. شوف هم مسوين الدرج ومحكمينه زين الدرج، بس البناية كلها ما محكميها، ما حكميها زين. مثل ما تشوفون هاي الصور اللي ساهموا بإنقاذ. علي يقول بالتوفيق للكوادر الهندسية العاملة في مديرية الهندسة، في مديرية الهندسة العسكرية. صدام يقول، صدام الغريباوي، موفقين إن شاء الله. حمادة يقول لكل شدة نلقاكم سند أدامكم الله. بهاء الدين يقول الله يبارك فيكم. علي يقول ربي يوفقكم. حاج أبو علي الكوفي سباق لعمل الخير وخدمة لعراقنا الحبيب. طبعا عندنا اتصال هاتفي العميد جودة عبد الرحمن مدير إعلام علاقات مديرية الدفاع المدني. إذا جاهز ويانا مخرجنا. نعم حياكم الله. حياك الله عميد جودة. طبعا احنا بالبداية نشكرك على وجودك ويانا. نريد نعرف قبل كل شيء الإحصائية الأكيدة اللي حاليا، إيش قد عدد الناس اللي طلعوا من تحت الإنقاذ، إيش قد المفقودين، إيش قد إذا أكو حالات وفاة. نعم شكرا جزيلا وشكر موصول لجنابك وتحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة الإحصائية الذين تم إنقاذهم وهم على قيد الحياة يوم أمس 13 مواطن إصابتهم كانت متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، البعض منهم غادر المستشفى ولله الحمد. اليوم قبل 4 ساعات تم انتشار جثة حارس المبنى والتي كانت تحت الإنقاذ. العمل لا زال جاري ومستمر على قدم وساق بإشراف ميداني مباشر منذ يوم أمس من قبل السيد مدير عام الدفاع المدني أبو سلمان بوهان. نأمل حقيقة إلى كمية كبيرة من الإنقاذ والرقام حتى نصل إلى حسب شهود العين إلى جثتين أخريتين تعود إلى امرأة وابنتها. نعم يعني لحد الآن الضحايا الحارس وامرأة وابنتها. نعم في يعني العيان والتمويل. حقيقة العائلة أخبرنا أنه امرأة وابنتها تحت الإنقاذ، لذلك مستمر ولن يتوقف حتى يتم تصوير مكان الحادث بشكل كامل والإعلان بشكل دقيق عن الضحايا إن وجدوا تحت الإنقاذ. زين احنا قرينا البارحة انه راح تستخدمون كاميرات حرارية مثل ما لمعرفة اذا اكو اشخاص تحت الانقاذ. استخدمتوا هذا الشيء؟ قدرتوا توصلون لمكان الضحايا لو بعدكم؟ نعم، هي اجهزة من معدات الانقاذ الخفية في المستشعرات والكاميرات الحرارية والانارة والاضاءة، وتم استخدامها امس واليوم للتأكد من وجود اصوات او انين للمصابين او الضحايا تحت الانقاذ. للاسف الشديد لم نستطع سماع اي صوت او اذين للضحايا، لذلك العمل مستمر وبين فتره وفتره يتم
استخدام هذه الأجهزة كلما عثرنا على نفق أو حفرة ضيقة متكونة نتيجة انهيار الكتل الكونكريتية، يتم استخدام هذه الأجهزة للتأكد، وبعدم سماع أي صوت يتم المباشرة بالحفر مرة أخرى وهكذا حتى نستطيع مسح المنطقة المنهارة بالكامل. زين، شقد وتكمل عملية الإنقاذ، عملية البحث، يعني منها ساعات أو أيام ممكن نعرف؟ العمل متواصل يعني حقيقة، قد يعني يوم غد يتم الانتهاء من العمل بشكل رسمي وإصدار بيان تفصيلي بمجريات الحادث وعدد المنقذين وعدد الضحايا. زين، حدثني عن مساعدة هيئة الحشد الشعبي، أرسلت مثل ما شفنا بالفيديوهات جرافات مثل الشفل مثل البوكلين اللي والآليات اللي ساهمت مع الدفاع المدني بإنقاذ الناس. نعم حقيقة، من خلال منبركم الإعلامي أحب أن أتقدم باسمي وباسم كافة العاملين في مديرية الدفاع المدني إلى الأخوة في الحشد الشعبي، الجهد الهندسي في الحشد الشعبي الذين تواصلوا معنا وعملوا معنا جنبا إلى جنب منذ يوم أمس لغاية الآن، واستخدموا الآليات حقيقة الثقيلة التي أفادتنا كثيرا نحن مديرية الدفاع المدني، وكان لوجودهم الأثر البالغ حقيقة في اختصار الوقت حتى نستطيع إخلاء وإنقاذ المصابين والعثور أيضا على الجثة التي تحت الأنقاض. كذلك يودني أن أشكر بلدية الكرادة، الشرطة الاتحادية، رجال المرور، كل من تعاون مع مديرية الدفاع المدني وعمل معهم جنبا إلى جنب، جهود حقيقية جبارة انصهرت في بودقة واحدة للحصول على نتائج جيدة ومثمرة فيما يخص انهيار البناية. نعم زين، احنا ايضا بدورنا نشكرك ونشكر الدفاع المدني ورجال الدفاع المدني على هاي الجهود المبذولة واللي قدرتوا من خلالها تنقذون الناس وتطلعون اللي تقدرون تطلعون عليه من البشر هذا اللي داخل البناية، اللي بسبب الناس اصحاب العقول التجارية الرخيصة اللي ما يفكرون بحياة الناس بقدر ما يفكرون بجيوبهم وش قد راح يحصلون فلوس من هاي البنايات اللي هي لا تصاميم ومواد رديئة. أنا بس أرد أعرف قبل لا أختم وياك، أرد أعرف هل عندكم إحصائية بعدد الناس اللي كانوا داخل البناية أم لحد الآن ما عندكم الإحصائية الأكيدة؟ نعم الحقيقة وقت حصول الانهيار كان يوم عطلة، يوم كان فيه مظاهرات، الشوارع يعني شبه يعني مغلق. كانت يعني شبه بها يعني قطاعات. نعم. لذلك ولله الحمد العدد كان قليل، تقريبا 17 مواطن في البناية حسب شهود العيان. زين. لو حصل الحادث في غير هذا الوقت، لو حصل عصر يوم السبت لكان الضحايا أكثر طبعا، ولكن لله الحمد كان الوقت يعني عطلة وعدد المراجعين لهذه البناية قليل جدا، وحتى العاملين في هذه البناية لم يكونوا أصلا موجودين. نعم يعني هسه احنا عدنا 13 شخص تم انقاذه والحمد لله يعني بحالات جيدة، وعندنا جثة الحارس يصير العدد 14، وعندنا امرأة وبنتها راح يصير العدد 16، يعني يبقى شخص واحد اللي هو مفقود. من المحتمل يعني. من المحتمل حسب شهود العيال تعود لرجل مسن، من المحتمل، ولكن مثل ما قلت لك تفصيليا يتم الإعلان بشكل نهائي عن الأعداد بعد انتهاء أعمال الإنقاذ. شكرا جزيلا العميد جودة عبد الرحمن، مدير العلاقات والإعلام في الدفاع المدني، شكرا جزيلا لك على التوضيح اللي وضحت للمشاهدين حول الحادث وما رافق الحادث من يعني ناس ضحايا، من ناس تحت الانقاض، مثل ما ذكر العميد جودة انه 17 شخص هي الاحصائية اللي كانت الناس اللي داخل البناية. فاحنا نريد نعرف انه الناس اللي بقوا شقد، يعني شخص منو اللي صار يعني ما اعرف يعني والله حتى الكلام ما رد نعرف. هسه احنا مصير هاي الناس، يعني هذا اللي تحت الانقاض حاليا، هاي المرأة وبتها اذا كانوا عايشين شنو مصيرهم اذا كانوا قد فارقوا الحياة بهذا السبب، سقوط بناية. كم هو رخيص الموت لدى العراقيين مع الأسف. منشور أيضا لهيئة الحشد الشعبي تقول بعد 10 ساعات من العمل الحشد يرفع آلاف الأطنان ويقترب من الوصول للمحاصرين في المختبر الوطني. طبعا هذه صورة
صور ايضا للجهد اللي قام به الحشد الشعبي، مثل ما شفت دكتور عبد الرحمن العميد عبد الرحمن عفوا جودة عبد الرحمن ذكر انه كانت مساعدتهم ومساهمتهم بانقاذ الناس. سجاد يقول الله يسدد خطاكم يا حشدنا. محمد يقول ربي يحفظكم الله يبارك بجهودكم ولد الشايب والنعم. احمد الشريف يقول ربي يحفظكم. علي يقول الله يوفقكم. ابو فاطمه يقول والنعم من اهل الغيره والشهامه والشجاعه. طبعا نروح لفقره ترند تيوب والفيديوهات اللي توضح سقوط البنايه، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، خلينا نشوف الفيديو الرئيسي او اوضح فيديو لسقوط البنايه. انا لله وانا اليه راجعون لكل الاشخاص اللي توفوا، حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب. يعني هي 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 من قبل لا توقع هي مبينه، يعني بنايه راخيه مبينه مايله، يعني مبينه تماما ما بها اي اساس صحيح، تصميم غلط. من اللي انطى موافقه؟ من اللي قال لهم ابنوا بهذا المكان؟ مع الاسف حسب ما ذكر انه هيئه استثمار بغداد اعطت موافقه. ليش تنطون موافقة لهيجي بناية؟ قبل فترة طبعا بالمناسبة اليوم كان يوم سبت، يوم سبت عطلة، وشارع سلمان فاق اللي بساحة الواثق يوم الجمعة والسبت ما يكون به حركة هواي. تعرفون باقي الأيام أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس أيام الدوام، تعرفون ايش قد اعداد الناس اللي تكون موجوده بهذا الشارع؟ مشي ما تقدر تمشي من الازدحام. الله ستر باقي الناس اللي حوالين البنايه، باقي الناس هم زين الشارع ما بي ناس، هم زين الشارع ما بي ازدحام للسيارات، هذا الازدحام اللي ياخذ من كاهل المواطن، هم زين ما بي. على العموم الوقت ما اريده يداهمنا، خلي ناخذ تعليقات وفيديوهات اكثر. سعدون يقول لكم والله فضحتونا، غيره ما ظلت بس حايرين بالبوق والفساد، حسبنا الله ونعم الوكيل، شنو ذنب الناس اللي بداخل البنايه؟ عدنان يقول هاي كنا نشوفها بالافلام المصريه قبل، وهسه العراق حدث ولا حرج، الله يرحم المتوفين والصحه والسلام للجرحى. باسم يقول هكذا اصبح البشر، ينظروا إلى المال والمهم بأي وسيلة يستثمر ويعمل ويحصل بغض النظر عن الوسائل كانت أمينة وصالحة أم لا. حيدر يقول شنو الجديد؟ كل يوم كارثة وفاجعة وموت ومدري شنو، والضحية هالناس الفقراء والتعبانة. معقولة صاحب المشروع مو مسلم وناسي أكو الله؟ معقولة ما صار عنده تأنيب الضمير؟ هذا الموضوع ما له علاقة بالإسلام، هذا موضوع له علاقة بالجشع، إلى علاقة بالجشع، ما له علاقة مسلم كافر أي شيء كانت ديانته، هذا إلى علاقة بالجشع ما له علاقة بالإسلام. طبعا أنا أريد أظهر فيديو، هذا الفيديو اللي راح يظهر هو البناية قبل لا تهدم، مسوي لها إعلان. أنا بس أريد أشوفكم البناية شنو كانت، هذا على ما اعتقد الفيديو ده مخرجنا موجود، الفيديو القصير اللي هو كان اعلان عن البنايه قبل لا تهدم. اريد اشوفكم اساسات البنايه شلون كانت، طبعا هو فيديو قصير اقتطعنا جزء منه، اريد اشوفكم البنايه من الداخل كيف كانت. زين كيف كانت البنايه؟ خلينا نشوف الفيديو ونسولف وياكم، نبقى متواصلين. هذا الفيديو أنا بس إذا نقدر نوقف الفيديو بجهات معينة، أريد أشوفكم إنه مدى هنا إذا تقدر توقف لي الفيديو مخرجنا. شوف ما بي أي دنقة، ما بي أي أساس، إذا ترجع لي شوي
ما في اي اساس، يعني ما في دنجة ممكن السقف يقدر يوقف عليها. اذا تمشي الفيديو عند اللقطة اللي تظهر بيها البنية اللي هي تعلن يعني، ونوقف عندها يعني، بس خلي تطلع اللقطة مثل ما تشوفون هنا. اذا تقدر توقف لي الصورة، شوف لي خلف البنت اللي ظاهرة بالصورة، شوف لي البناية على طول على ارتفاعها، ما بها اي دنجة توقف السقف، ما بها اي اساسات، ما بها غرف ثانية، يعني ما بها، مجرد انه سقف على طول 11 متر او اكثر من 11 متر. زين، ما اعرف هاي شلون المهندس المصمم اللي بنى قدر يوقف هاي البناية. طبعا هذا الفيديو هو من قبل لا تكمل البناية، هذا كان الفيديو يعني، عفوا قبل لا تنهدم البناية، من سووا عليها اعلان الله يكرم. زين، سووا عليها اعلان، شوفوا لي هذا الفيديو يعني، خلي الفيديو شغال مخرجنا، نشوف احنا مثل نشوف وياكم البناية وتفاصيلها. راح تجي هاي الغرفة، شوف لي هاي الغرفة، شوف لي ارتفاعها، هذا مو هذا مو فد شيء يستند عليه، هذا ديكور، هذا هيك مجرد، حتى مو شباك، ما بي جام ولا هيك، مجرد ديكور. زين، وهاي قاعة يعني ما بها اي اساسات، ما بها يعني، هسه احنا بالبيوت نبني رباطات، رباط يسموه رباط، ماكو يلزم سقف يلزم شيء، اذا بيت بسطح نخلي له دنقة على طول البيت هاي تلزمه، تلزم السقف. انتو بناية بهذا الست طوابق ما بها اي اساس صحيح ادى الى هدمها، مع الاسف يعني. هاي الناس اللي جاي تروح ضحية هذه البنايات. خلينا نشوف تعليقات، بعض التعليقات من الفيديو. طبعا التعليقات كانت خصوص موضوع الفيديو، تعليقات كثيرة مثل ما تشوفون. ناخذ شيء مبسط حول الفيديو. طبعا زهراء تقول وين البلدية من هيك بنايات تعبانة بس مظهر، معقولة ما بين بها آثار سقوط؟ إذا هو هذا المهندس يقول لك مسويها بالجام وغل فيها، يقول أبو سجاد الله يرحم جميع الأموات وشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لذويهم. بلال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الموت لحق العراقيين حتى قاعدين بأمان وببيوتهم. تعليق آخر يقول والله هم فرق الدفاع المدني يراد لهم دفاع مدني. طبعا هم حاولوا ينقذون وحاولوا يسوون اللي يقدرون عليه. طبعا نقدم التعزية لأهالي الضحايا اللي وذويهم اللي تحت الأنقاض واللي توفوا بسبب هذا الحادث الكارثي، ونتمنى الصحة والسلامة لكل اللي نجا من هذا الحادث. وهذه رسالة إلى أصحاب المؤسسات والبنايات، حاولوا تشيكون بناياتكم، واذا مو انتم مو من تلقاء نفسكم، خلي البلديه، خلي اي هيئه استثمار بغداد، اي الدفاع المدني، اي جهه مسؤوله عن هذا الموضوع، خلي تطلع كشف على هاي البنايات. زين، خلي تجيب ناس اصحاب اختصاص وتشوفوا البنايات هل هي قايله للسقوط ام لا، هل البنايه هاي ممكن تقدر توقف بعد سنوات لو لا، وحتى البنايات الجديده. اتمنى هاي الرساله توصل، حياه الناس مو لعبه، هاي ارواح ناس، ولازم احنا يعني نقدر هذا الشيء، ونقدر فوقهم مرضى يعني جاي تتعالج كيمياوي. مع الاسف مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي كانت مخصصه عن سقوط بنايه الكراده اللي موجوده بساحه الواثق. اتمنى نكون قد اظهرنا كل تفاصيل السقوط و عدد الأشخاص اللي نجوا والأسباب الكثيرة اللي ذكرناها. حتى نلتقيكم في الحلقة القادمة، نقولكم في أمان الله.